بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في هذا اللقاء 32 والذي يعقد ويبث مباشرة من وزارة الصحة في دولة الكويت اليوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر إبريل لعام 2020. نطلع في هذا اللقاء حول أبرز الجهود المشتركة في احتواء فيروس كورونا سارس كوف 2 والمسبب لمرض كوفيد 19. منذ بداية ظهور الفيروس في مدينة ووهان في الصين في أواخر عام 2019 ومطلع سنة 2020، ووزارة الصحة على تواصل دائم ويومي مع المنظمات الصحية العالمية المعنية، لا سيما منظمة الصحة العالمية، وذلك عبر المركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية التابع لوزارة الصحة في دولة الكويت، حيث لعب هذا المركز دورا حيويا في هذه الأحداث وما زال دوره فعال في تعزيز الأمن الصحي واكتشاف وتقييم المخاطر والإبلاغ عنها بشكل سريع، هذا بالإضافة إلى التواصل والتنسيق والتعاون مع قطاعات الدولة ذات الصلة. وحقيقة اللوائح الصحية الدولية والمعمول بها حاليا هي اتفاق مبرم بين 196 دولة حول العالم تشمل جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، تعمل على تحقيق الأمن الصحي العالمي، فهي إذن مجموعة من اللوائح الملزمة قانونيا هدفها إعانة الدول على العمل المشترك لحماية الناس من تهديدات انتشار الأمراض والمخاطر الإشعاعية أو الكيميائية. هذه اللوائح تضم 66 مادة، على سبيل المثال المادة الخامسة تتحدث عن الترصد وهو كان حديثنا بالأمس، المادة السادسة تتحدث عن الإخطار أو الإبلاغ، المادة 43 تتحدث عن تنفيذ التدابير الصحية المتخذة، أما المادة 44 على سبيل المثال فهي تتحدث عن التدابير الصحية الإضافية التي تتخذها بعض الدول. هذه اللوائح الدولية أقرت للمرة الأولى في جمعية الصحة العالمية الرابعة عام 1951، ثم أقرت كذلك في عام 1969، وعدلت عام 73 حيث شملت بعض الأمراض التي تخضع للحجر الصحي، ثم نقحت كذلك عام 95 نظرا لزيادة حركة السفر والتجارة الدولية وما إلى ذلك، وبناء على ظهور متلازمة سارس والتي تسببها إحدى سلالات فيروس كورونا نقحت اللوائح الصحية الدولية عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ عام 2005 وهي المعمول بها حاليا. وهنا لا بد من الإشارة إلى العلاقة الوثيقة والوطيدة بين دولة الكويت ومنظمة الصحة العالمية، والتي دخلت دولة الكويت في عضويتها في 9 مايو 1960. فيما يخص آخر الإحصائيات التي جرى تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية، فقد بلغ إجمالي حالات الشفاء 105 حالات من الحالات التي كانت قد أصيبت بفيروس كورونا سارس كوف 2 والمسبب لمرض كوفيد 19، وذلك وفقا لما أعلنه معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في صباح هذا اليوم عن شفاء حالتين، إحداهما لمواطن كويتي يبلغ من العمر 72 سنة والأخرى لطفل يبلغ من العمر سنتين. أما بخصوص الإصابات الجديدة والتي جرى تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية، فقد تأكدت إصابة عدد 78 حالة ثبتت إصابتها بمرض فيروس كورونا كوفيد 19، بلغت الحالات المخالطة منها لحالات تأكدت إصابتها بمرض كوفيد 19 عدد 69 حالة وهي كالآتي: 56 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و3 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية،
وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، وحالتين لمقيمين من الجنسية الإيرانية، وحالة واحدة لمقيم من الجنسية الباكستانية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية، وحالة لمقيم من الجنسية السيلانية، وحالة لمقيم من الجنسية الفلبينية، وحالة لمقيم من جمهورية الكاميرون. فيما تم رصد 9 حالات قيد التقصي الوبائي، حيث جاري البحث عن أسباب العدوى وعن فحص المخالطين لهم. حالة واحدة منها لمواطن كويتي، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية الهندية، وحالتين لمقيمين من الجنسية المصرية، وحالة واحدة لمقيم من الجنسية الإيرانية، وحالة لغير محدد الجنسية، وحالة لمقيم من الجنسية الباكستانية. أصبح مجموع عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت حتى الآن 743 حالة، والمجموع الحالي لعدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بهذا المرض أصبح عددهم 637 حالة. أما فيما يخص الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة فقد بلغ عددها 23 حالة، 17 حالة منها مستقرة و6 حالات حرجة، نسأل الله لهم جميعا الشفاء. هناك عدد ليس بالقليل من السادة المواطنين والمقيمين الأفاضل ممن التزم بالتوصيات والإرشادات والقرارات التي من شأنها تساهم في احتواء هذا التفشي للفيروس، ولا شك الاستمرار على هذا النهج وأفضل سيقودنا للنتائج المرجوة، وهو أمر ليس بالسهل، لذلك فالصبر مطلوب في هذه المرحلة. خالص الشكر لكم، نسأل الله الشفاء والسلامة للجميع، وسيجعل الله بعد عسر يسرا.